بوركينا فاسو ايا شغدا كتوجسي بي بي سي ذا فويس اوف امريكا كدي ماركي اي تبيان وربحينا كو ايديساي عيدامودا تيل ودارد وحا بي بي سي في او اي لغا جوجي باهينتا وراركا وحانا لا ممنوعاي مريغها لبدا هيدود مدو لبا تدوبادا سيده استراكيسو شيغان وربحينتا اي سو سارتي هيومن رايت ووتش او اه كوفا ديغيدو يحي دلكا مريكنكا ايا كو ايديساي ميليتاريغا بوركينا فاسو اني حسوقين او يران 223 قف ورايدا بيشي فيبروري ميليتاريغو وحاي اود دلكا كوليهين galbeed ka afrika tan iyo sanadkii 2022kii inqilaabkii hase ahaatay ilaa waqti haadirkan ma aysan ka hadlin eedeymaha human rights watch agaasimaha isgaarsiinta ciidanka oo ay soo xigatay saxaafadda gudaha ayaa sheegay in dib ugu laaban doono BBC da iyo markii ay wax sheegeen the voice of america VOA waxay ku sheegtay inay ku adkaysanayso warbixinteeda ku saabsan burkina faso ayna ku talo jirto inay si buuxda oo cadaalada u tabiso hawlaha dalka si kastaba warbixinta human rights watch ayaa waxay sheegtay in militaryga burkina faso ay 97 qof ku dileen soro halka 44 kalena ay ku dileen tuulada londin ee ku taala waqooyiga dalkaasi simon cbs tv hargeysa ma sha Allah soo dhawaada لجانقات شركة تاليسوم محمل وحي الكود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقور غاقا حفيز كاقا إيو غوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121